يجب أن أذهب إلى هنا. هذا هو الاتجاه الخاطئ. هذا هو الاتجاه الخاطئ. لا يجب أن أذهب. لقد صممت هذا من أجلك. سكاي، هذا رائع. لم يكن عليك أن تصممينه. أردت فقط أن أتأكد من أنك بخير، وأنا آسفة. أعلم أننا جميعاً بالغنا في ردود أفعالنا، وأنا أيضاً آسفة. آمل ألا تكرهني الفتيات. بالطبع لا، نحن متفقون على أن هذا كان شجاراً غبياً. كنت أفكر في شيء. ماذا؟ ماذا لو أذهب إلى فصل رانواي وأحاول دمج كل أفكارنا في شيء جديد؟ هذه فكرة رائعة يا جيد. رائع، لنجلب اللوحات ونحاول تصميم فكرة واحدة قوية منهم. إلى فصل رانواي. قبل أي شيء، دعونا نبحث عن لوح ألوان يناسبها. من الواضح أن شخصاً مؤثراً أبدع هذه اللوحة. هناك الكثير من الرسوم التوضيحية اللطيفة. هذه اللوحة تعج بأفكار الموضة. تصميمات جرافيتي وأفكار مصممة. لقد اجتهدت في هذا. أتمنى مكياج وتسريحات، هذا ذوقي. أحسنت يا بابي. واو، بابي لديها أفكار رائعة للموسيقى. نتيجة رائعة، حصلنا عليها. أعتقد أن هذه فكرة جيدة جدا. أوه لا، ربما لو استمعنا لبعضنا البعض. إيفري، ربما علي أن ألحق بها وأتأكد أنها بخير.
وجدتهم، دعنا نلتقط كل اللوحات. إيفري، هل أنت بخير؟ أوه يا جيد، أنا آسفة جداً. ماذا حدث؟ كنت أعمل على عرض كرياتيف تشالنج وإذا بالصمغ اللامع ينفجر فجأة. انظري إلي، لقد أصبح وجهي وملابسي كارثة. هذا كل شيء؟ لماذا تضحكين؟ أقصد إن كانت هذه المشكلة الوحيدة فيمكننا أن نذهب إلى الصالون وسأصلح الأمر. أيمكنك؟ تظنين مع من تتحدثين؟ أنا محترفة يا إيفري. ها هو استوديو إيفري. مرحبا يا فتيات، هل كل شيء على ما يرام؟ ها هي. لم أستخدم شيئا كهذا قط. لقد أعجبتني هذه اللوحة حقا. هذه اللوحة تعبر عن إيفري للغاية. الصالون في الغرفة المجاورة، من المفترض أن تنتظرنا إيفري هناك. رائع، أرجواني ولامع، هذا كل. أظن إنها معطلة. عفوا، لماذا أغادر قبل أن أساعد إيفري؟ يا إلهي يا جيد، هذا مذهل. ستحققين أعلى درجة في عرض كرياتيف تشالنج، أنا متأكدة. نعم، كل شيء جاهز. لا، لن أقوم بذلك، على الأقل ليس قبل أن أصلح الأمور بيننا. لقد سمعتك، ولكن أتعلمين؟ أفضل طريقة لتسوية الأمور هي التحدث عنها. يا رفاق،
يمكنني إعطاؤكم مفاتيح الاستوديو الخاص بي. لقد تشاجرنا وبالكاد نتحدث مع بعضنا البعض. بالطبع سأهتم بذلك، اذهبنا هناك وسأتصل بالجميع. إلى الصالون. بالطبع نحن بخير. إيموجي سعيد. أنا آسفة يا فتيات على كل شيء. على ما يرام يا في، جميعنا بخير بلا كراهية ولا غضب، اتفقنا؟ بلا غضب ولا كراهية. هذا هو الاتجاه الخاطئ. أهل كل شيء على ما يرام يا بريانا؟ ماذا حدث؟ أين كنت منذ ساعتين؟ متى كانت آخر مرة رأيت القلادة؟ لابد من أنها هناك بالتأكيد. يمكنني مساعدتك في البحث عنها إذا أردت. بالتأكيد سأخبرك إذا وجدت أي شيء. هذه الكرة قذرة جدا، أراهن أن فريق كرة القدم قد أنهى تدريبه طلبت مني بريانا أن أذهب إلى الكوارث. هيا بنا لنرى ما الذي سنجده. أعتقد أن بريانا قالت إنها كانت تنقل بعض الصناديق، فلعل القلادة تكون بقرب من تلك الصناديق. هناك بعض الأشخاص، يمكنني أن أسأل إذا كانوا قد رأوا أي قلادة على الأرض؟ مرحبا يا إيميرالد، أتسمحين بثانية؟ كنت أتحدث مع بريانا وقد فقدت قلادة هنا. هل صدف أن رأيت أي شيء؟ رائع، شكرا لمساعدتك. جميل، من الأفضل أن أجد السلسلة الآن. Thank you.
الحمد لله، لقد وجدت السلسلة، لكنها ممزقة بالكامل. لا يمكنني تقديمها بهذا الشكل إلى بريانا. هذا كل شيء. أنا متأكدة من أن دافني تستطيع مساعدتي، فهي مختصة بتصميم الإكسسوارات. أتذكر أنها أخبرتني أنها ستكون في الاستوديو رقم 2 طوال اليوم تعمل على أحد المشروعات. لنذهب.